أزمة جديدة يتعرض لها قطاع غزة مع تزايد الإصابة بمرض شلل الأطفال، مما يدفع منظمات الإغاثة إلى الدعوة إلى وقف عاجل للحرب حتى يتمكنوا من تكثيف التطعيمات وتجنب تفشي المرض بشكل كامل. يأتي ذلك بعد اكتشاف حالة واحدة ويشتبه في وجود حالات أخرى، فضلا عن اكتشاف الفيروس في مياه الصرف الصحي في 6 مواقع مختلفة خلال شهر يوليو الماضي. لا أكل ولا شرب ولا علاج ولا ايش نسوي احنا في حياتنا؟ يعني اقل ما فيها بدنا علاجات للاطفال وتحمون اولادنا حاليا من شلل الاطفال هذا اللي انتشر الحين الفيروس هذا في جميع قطاع غزه. منظمات الاغاثه بقطاع غزه اكدت انه تم القضاء على شلل الاطفال في غزه قبل 25 عاما، لكن مع انخفاض التطعيمات بعد اندلاع الحرب قبل 10 اشهر اصبح القطاع ارضا خصبه للفيروس، حيث يتكدس مئات الالاف من الفلسطينيين النازحين في مخيمات تفتقر الى المياه النظيفه او الصرف الصحي السليم وترتفع بها أكوام القمامة. ولتجنب تفشي المرض بشكل كبير تعتزم منظمات الإغاثة والعاملون الصحيون المحليون لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة على مرحلتين من التطعيمات بواقع نحو 1,600,000 جرعة، لذلك يتعجلون وقف إطلاق النار في أقرب فرصة لمدة 7 أيام على الأقل. كل الأكل صار ملوث لأن إحنا عايشين في بيئة ملوثة، صرنا فيش أكل صحي، بعدين فيش أدوية، فيش مواد تنظيف، فيش الصابونة، فيش الشامبو، فيش الواحد اللي ديتول إنه ينظف. هذا وتشير تقديرات منظمة ميرسي كور للإغاثة إلى أن نحو 50,000 طفل ولدوا منذ بدء الحرب لم يتم تحصينهم ضد فيروس شلل الأطفال، مما ينذر بتفشي مزيد من حالات الإصابة بالمرض في القطاع المحاصر.